مظاهر التسول في شوارع العاصمة نواكشوط، المشهد المألوف للمارة والسمة الملفتة عند تقاطعات الطرق الرئيسية، حيث يرتاد المتسولون هذه الطرقات ويتخذون منها وسيلة لاستدرار ما يعوضهم عن الفاقة والعوز. عادة قد لا تبدو غريبة في المدن التي تعرف طفرة سكانية، لكنها وسيلة يرى فيها سائقو السيارات خطرا على المتسولين. احنا الصدقة قطعا نتعرضون فيهم ياسر من المشاكل في الوقت اللي يعود في السير، في السير يتعرضون يعود لانزحام الضغط متين، وحد يسكن له براكب الحالي يعودون متعلقين في الوتر في الوقت الحالي على طريق الامل ياسر قاعد لا على طريق الامل، مو الشوارع ها ما نجبرهم عليه، نجبرهم على طريق الامل دائما، واكثر نجبرهم عند كرفرات بدر مثل الانزحام، مثل الانزحام واكثر نجبرهم فيه. وسيلة هؤلاء وإن كانت خطورتها بادية، إلا أن البعض يرى أن أصحابها ليست لديهم خيارات أخرى، فالعجز وانعدام البدائل أجبراهم على المخاطرة للحصول على القوت اليومي. والله الواقع اليوم للمتسولين وطلاب الصدقة بين شوارع كرفورات ولا بين الوتات واقع مؤلم الحقيقة، مع أنه مولي هم فاصلين في دولة ما عدلت لهم أماكن خاصة بهم ولا وخلت لهم رواتب، والله شيء قد يغنيهم عن هذا، لأنهم هم فيهم معينين الأسر وفيهم عندهم تركيا يقرا وعندهم واقع زادهم هم اللي لابد يوفروا لأبنائهم يقدوا حالة ما يطلبوا هم اللي بيها صدقة كيفتهم. ورغم الجهود التي تبذل الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة لتعويض المتسولين عن ذل المسألة بكرامة العمل من خلال برامج تكوينية ومشاريع مدرة للدخل، إلا أن ظاهرة التسول لا تزال عصية على الحل رغم هذه السياسات.